هاد الناس اللي كيقولوا هادشي انا راه كنقولها ونعاودها، هاد الناس اللي كيقولوا هادشي تعرضت، هادي اقوال ديال المتهم، والمتهم المفروض اللي كنعرف انا وانا حدا المحكمة ان المتهم ملي كتكون في حاله اعتقال، اللي كتكون في حاله اعتقال يمنع عليها التواصل مع اي كائن كان بما فيهم العائله بما فيه المحامي، حتى واحد ما يتواصل معها لانها في اطار التحقيق ديال الامن، ياك اطار التحقيق ديال الامن. والناس كيقولوا بانها صرحت بكذا، شكون صرح بهذا؟ الامن ما يمكنش يخرج هذا الشيء، يستحيل لان سريه التحقيق، والمتهمه يستحيل تخرج هذا الشيء لان ما عندهاش وسائل التواصل مقطوعه التليفون كحيلة. ومن جابوا هذا الاخ سي جمال؟ ما كتخافوش المتهمه تستنجد بجمعيات حقوقيه ربما تاثر على السير ديال الملف؟ كنخافوا من حاجه، الظلم كعائله كنخافوا من الظلم، ما باغيني تظلم حتى واحد. يكفي ظلم أنور ومرحوم ومات، الله يرحمه الله يصبر والديه، ما بغينا نظلمو حتى واحد، بغينا حاجة واحدة، الحقيقة، كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. وإلا كانت مظلومة أول وحدين غنتعاطفوا معاها حنا، ما يمكنش نرضاو بالظلم كيفما كان هذا الظلم ومن أي شخص كان هذا الظلم، ولكن بغينا الحقيقة كل الحقيقة. ومن حق اي متهم يعطي المبررات ديالو، غير تلك المبررات اما ستصمد امام الحقائق وامام الوقائع او ستنهار امام الوقائع والحقائق. نحن لا نتهم الحبس تاع اي احد، لنا ثقه كبيره بالقضاء المغربي خاصه في مثل هذه القضايا، لنا ثقه كبيره بالمحققين، لنا ثقه كبيره بالامن، لنا ثقه كبيره كذلك في الصحافه اللي غتوصل الحقائق. وبالتالي ما عندنا اللي غنخافوا عليه مشى مسكين، اللي غنخافوا عليه الله يرحمه مسكين مشى، الله يرحمه. واللي غنخافوا عليها العائله والحاله ديالهم، انتم شفتوا الاب ما قادرش يهضر، والام مسكينه في حاله ما قادرش كذلك، راه البارح تم عرضوا على الطبيب المستني، راه في وضعيه انهيار عصبي حقيقي، انهيار عصبي حقيقي، والبارح تم عرضها على الطبيب النفساني ونصحها بان المتابعه، وبالتالي ما بغيناش تظلم حتى واحد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.